كرهي للكرسي بلش من كرهي للأساتذة، تضربني وتطزني على الكرسي في كل مناسبة، بس اليوم مختلف. كرسي حلاق كرسي قطيع نفس القصة، شو القصة نزل في الماكينة كل خصلة، عيب أبين برا البوكسة، بس اليوم مختلف. كرسي عيد ميلادي أكتر كرسي بكرهه أنا، تطفي الشمعات تحملنيش مش جاهز أطلع عالسما، عمري 40 مش عارف شو بدي أصير لما أكبر أنا، بس اليوم مختلف، بس اليوم مختلف. كرسي والدي كرسي عجال لف وقلب الأدوار، المفروض أنت اللي تحملني المفروض أنت تكون جبار، ليش تشيلك عكتافي كل مرة تطلع فيها الدار، بس اليوم مختلف، بس اليوم مختلف، بس اليوم. باص على جنودي ملمع سلاح، ممنوع يسوقوا بلا بالغ بس مسموح يطخ ولادنا، بس اليوم مختلف. اليوم ولادنا تقعد كرسي السيارة وملمع سلاح، نفس سلاح جنودي تانية والهدف بعد ولادنا، والأيام ما بتختلف والأسماء تختلف، كل فقدان بيخدشني خدش، مشتاق لك يابا ومشتاق لجنونك، بشيلك مليون مرة عكتافي ولا شيلك في تابوتك، أحفادك بيعرفوك بس من صورتك، يابا أنا اليوم مختلف، أنا اليوم مختلف، بتخيل في ولادي وهم من يركضولك، تلفهم عالكرسي بفكروها لعبة وبيضحكولك، شو الكرسي نسبة لحياة بدونك، يابا بدونك كل يوم مختلف، كل يوم مختلف. سلام يا صاحبي، صعبة تفهم على المسرح. عندي أغنية تانية اللي هاي مرات بدمع يعني. وش بدمع؟ اسمها كرسي. ليش؟ ليش صعب؟ عندنا إحنا إذا عيلة من هاي العيلة قتلوا حد من هذا العيلة، كيف بنعرف إذا هاي العيلة بدهم ياخذوا بالطائر أو ما ياخذوا بالطائر؟ إذا حاطين كراسي فهم بيقولوا تعالوا عزونا وخلصنا القصة، إذا مش حاطين كراسي يعني بدهم ياخذوا بالطائر. فهي كلها واقفة على كرسي. واو. وبلشت اكتبها، اي كراسي بكره تعرف كرسي الحلاق كرسي، بس شوي شوي وانا اكتبها اكتشفت ان الاغنيه لا هي سياسيه ولا عندي عقده كراسي، عندي عقده كرسي، عشان بما انه والدي كان على كرسي رجال، فبس هاي الاغنيه عارف برج اللخبطه.